عبد الرحمن منصور يفتك الفضية في بطولة إفريقيا للدراجات بشرم الشيخ المصرية. وفيما يخص الكرة الطائرة، تربص خاص للاعبين السابقين بالمنتخب الوطني للظفر بشهادة مدرب تقني. وفي إطار اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تطرق إلى واقع الرياضة في وسط هذه الفئة. كرة السلة، فريق واحد فقط يشرف الجزائر في كأس إفريقيا لأندية البطلة بتونس بعد غياب طويل. وتسليط الضوء على رياضة الكيك بوكسينج وواقعها في الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى استوديو الرياضة، نقدمه لكم من قناة كواليس. ومع تفاصيلنا دائما، حقق الدراج الجزائري عبد الرحمن المنصوري فوزا ثمينا إثر افتكاكه الميدالية الفضية ضمن بطولة إفريقيا للسباق على طريق أوسط والتي أجريت بشرم الشيخ المصرية. وقد قطع منصوري مسافة 62 كيلومتر في ظرف ساعة و30 دقيقة و30 ثواني، فيما أنهى السباقان الجزائريان الآخران المنافسة وهما فلاح عبد الغني وعبد الرحمن بشلاغم في المرتبة السابعة والتاسعة على التوالي. وفي ذات السياق، فاز بالذهبية الدراج المغربي زهير عبد الرحيم مسجلا توقيتا قدره ساعة وثلاثون دقيقة وثلاثين ثواني. في صنف الأوسط، نال الدراج الجزائري عبد الرحمن بشلاغم الميدالية البرونزية. نعم بالفعل، ستشارك 30 لاعبة دولية سابقة في المنتخب الجزائري للكرة الطائرة هذا الأسبوع في تربص تقني للمدربين بالمعهد العالي للتكنولوجيا الرياضية، والذي تنظمه اللجنة الأولمبية الجزائرية بالتنسيق مع اللجنة الدولية الأولمبية والاتحاديين الدولية والجزائرية من أجل الحصول على شهادة تدريب دولية من الدرجة الأولى، وهذا لتدارك النقص المسجل في التأطير الفني النسوي. هذا التربص الذي يشرف على تأطيره خبراء دوليين يترأسهم كل من عبد القادر ولد عمار ومحمد حسني، وسيدوم هذا التربص 12 يوما، حيث ستستفيد المتربصات من برنامج عمل مقسم بين الدروس النظرية والدروس التطبيقية. صحيح زميلتي ميرا. وفي إطار آخر، إذن تحتفل الجزائر في هذا الشهر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. استوديو رياضة لنهار اليوم يسلط الضوء على هذه الفئة، ونستضيف مدربة سابقة للمنتخب الوطني السيدة تاجر نسيمة، مدربة سابقة في رياضة ألعاب القوى. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة وهذا تسليط الضوء لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا للقناة، ونتمنى لها إن شاء الله التطور والازدهار. شكرا لك. إذن نسيمة، بحكم تجربتك فيما يخص، عندك تجربة فيما يخص الاحتياجات الخاصة، بحكم تجربتك كمدربة سابقة لألعاب القوى، حدثينا قليلا عن هذه التجربة. بعد السلام الرحمن الرحيم، نسيمة أمير تاجر هي رياضية سابقة في ألعاب القوى، تخرجت بالمعهد العالي لدالي إبراهيم العلوم والتكنولوجية في الرياضة، مدربة منذ أكثر من 20 سنة في ألعاب القوى وأكثر من 12 سنة في ألعاب القوى للمعاقين. هذا اختصارا كلمحة للسيرة الذاتية طويلة. لمحة صغيرة، ألعاب القوى في للمعاقين أو لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر هي في طور الازدهار والحمد لله، خاصة الجزائر تحصلت على المرتبة التاسعة من آخر بطولة عالمية اللي جرت في ليون في فرنسا. في فرنسا نعم. يعني أن الجزائر هي من العشرة الأوائل في العالم، حاجة كبيرة، ونعرف بلي الجزائر هي في الصدارة في هذه الرياضة. نتمنى ذلك، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي نسلط عليها اليوم الضوء عبر استوديو الرياضة. هناك العديد من الأسماء التي برزت وشرفت أنوال الوطنية في الجزائر، على غرار كل من زميلتي ميلا برانجا كمال بالطبع أكيد، ومجمة نادية، وبالخصوص نوي وسمير الذي قام بقطع والمشاركة في البطولة الأخيرة اللي جرت في فرنسا بمدينة ليون، حيث تحصل على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية. إذن قبل الحديث
على نويوة سمير، نشاهد هذه الصور ثم نعود.
إذن مشاهدينا، كما كنا نشاهد الآن، هي أرقام قام بها نويوه سمير، ولكن هناك أسماء كثيرة أيضا شرفت الألوان الوطنية. بالطبع اللي كنا نشاهده سي البطل العالمي والأولمبي نويوه سمير في مسابقة 1500 متر في العدو في 5000 متر كذلك تحصل على ميدالية ذهبية، وفي 800 متر كذلك تحصل على الميدالية الفضية. هذه في منافسات البطولة العالمية اللي جرت في ليون بفرنسا. كاين كذلك عدائين ورياضيين لذوي احتياجات خاصة بارزين منذ 10 سنوات، مثلهم نادية مجمج، بتينا كريم، علاق لما نساوش اللي رفد الشعلة الأولمبية والعالمية والعالم الجزائري من أكثر من 10 سنوات، هو اللي لحق هاد الرياضيين وتبعوا سيرة اللي خلاوه يتبعوا محافل تاعو، خلاوه يتبعوا سيرة هاد الرياضيين يتبعوا موراه. والحمد لله الجزائر هي في الصدارة في الألعاب القوى في رياضة المعاقين، وإن شاء الله تزدهر في الرياضات الأخرى. نتمنى ذلك إن شاء الله. نتمنى ذلك. طيب نعود إلى هذه الرياضة، هل واجهت مشاكل خاصة من الجانب النفسي يعني أعدت ثقة في اللاعبين؟ منذ أن تخرجت من المعهد وأنا في رياضة المعاقين تحصلت كمنصب أول كمدير التنظيم الرياضي لتتعاملي مع كل الإعاقات، 10 رياضات فيها صعوبات، فيها خاصة صعوبة التكلم معهم. من بين الرياضات اللي شرفتي عليها، ما هي الرياضات اللي شرفتي عليها؟ تقريبا كلها كمدير التنظيم الرياضي، منها الجودو، كرة الجرس، كرة السلة، كرة الطائرة، عندنا كرة الطائرة جلوس كذلك، كرة التنس دو تابل، ناتاسيون، عندنا 10 رياضات الحمد لله، وش في الصدارة العالمية هي ألعاب القوى ورياضة الجودو ورياضة كرة الجرس، هما راهم في الصدارة العالمية من بين هذه الرياضات الأخرى. إذا مثل ما سألت زميلتي ميرا، أنه حسب التجربة اللي خضتيها كمدربة وطنية لألعاب القوى، أنه أنت وقفتي في مواقف مع الـ مع الـ مع اللاعبين، صحيح؟ خصوصا أنه احنا نعرفوا باللي في الجزائريين أنه الإعاقة ما تشكلهمش عاجز. لا لا الحمد لله، احنا إرادة هذا الرياضي ذوي الاحتياجات الخاصة هي اللي زاد كبرت فينا الإرادة للعمل معه وتعمل جهد كبير، خاطش الرياضي في ذوي الاحتياجات الخاصة ما تتعاملش معه كرياضي آخر، وما ما تحسوش تعاملوا كرياضي فقط، ولكن تتجه معاه العمل النفسي أكثر. كيف يعني من العمل التقني؟ العمل النفسي لازم تكون معها، أنت المدرب، أنت الأم، أنت الأب، خاصة البنات. احنا نتعرفوا بالنسبة للبنات في هذا السياق، يعني كأول لقاء مع الرياضيين، أنه اليوم الأول كي تلاقي مع الرياضيين، خصوصا أنهم في بعض الأحيان هم من يتوجهون إليكم، في بعض الأحيان هم طبيعة الحال يكون اكتشافات لكم أنتم كمدربين أو بالأحرى، كيف يكون هذا اللقاء مع الرياضيين ولا مع الرياضيين النساء فقط؟ الرياضيات بالنسبة للعنصرية، لأننا نحن لا نهمش أي طرف. اللقاء الأول معنا أوتونك، أنا سيدة متزوجة وأم لأطفال، ما شاء الله. لقاء كان حميمي حق، كان كيقولوا زي البرق في الريح، ما شاء الله. مشى مباشرة، ما منع عندي تجربة كمدربة قبل ما نتجه لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الميدان ما تعلمناهش في المعهد وما تتعلموش كرياضي، تتعلموا كمسؤول. نعم لازم تغوصي فيها ولازم تغوصي مع الرياضي ذوي الاحتياجات الخاصة باش تقدر تتقدم معه للأمام. صح، لماذا ما تعلميش في المعهد؟ هل ترى أنه ما في المعهد، علاش ما أنت في المعهد؟ أنا خرجت متخصصة في رياضة ألعاب القوى في ذلك الوقت 1998، ما كانش رياضة المعاقين، كانت مهمشة
ما للآن في المعهد لا تدرس رياضة المعاقين. لماذا لا تدرس؟ ما كاش متخصصين في هذه الرياضة، ما عندناش ديكادر متخصصين في رياضة المعاقين مباشرة. عندنا ديكادر ما شاء الله المتخصصين في الرياضات، ولكن رياضة المعاقين لازم تخوض معها في الميدان. بالفعل. المدرب أو المؤطر في هذه الرياضات، سواء رياضة ألعاب القوى أو أي رياضة أخرى من رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم تخوض في الميدان. طيب. وهي اللي خلتنا نكتسب خبرة، ونكتسب خبرة من في التعامل مع الإنسان. نعم. بعد الفوز حكينا عن المشاعر اللي تعيشيها معهم. ما تقدريش تتوصفي المشاعر الكبيرة اللي تعيشها، خاصة امرأة متحجبة ما بين دول في دول العالم هذه اللي خدناها في بكين أو في كوريا الجنوبية أو في حتى أمريكا. ننشف لها في 2005 نمشوا في أمريكا، كنا في الكولوغادو سيتي الشامبيونات دي موند موان 19 عام. نمشوا الناس يحبشوا بيكتور نتصوروا معك. عمرهم ما شافوا امرأة متحجبة في الرياضة ورياضية ومع المستوى العالي. هما عندهم حاجة مبهرة، حاجة خارقة للعادة، وخاصة الجزائر بلد بعيدة على أمريكا اللي جات وشاركت في هذه الرياضة، وكنا شاركنا في رياضة ألعاب القوى للبلاند للغير مبصرين، وهي رياضة اللي تحتكرها أمريكا، بلد كتير متطور في هذه الرياضة، وين شفنا تتمشى في الطرقات تاعهم تحس باللي راك تتماشى مع التطور التكنولوجي في الإعاقات. نعود إلى الجزائر، ما وضع هذه الرياضة هنا في الجزائر؟ في الوقت الحالي الحمد لله بعد الإطارات اللي تخرجت من المعاهد، ونشكر بزاف الدولة والوزارة تاعنا اللي خلتنا نلتحقوا بهذه المعاهد اللي ما يتلحقوش بها الزملاء بزاف من اللي يجوزوا الباك، ما يروحوش يتحقوا بهذه المعاهد تاع الرياضة. علاش ما لماذا لا سير إعلام؟ احنا الإعلام ما عندناش. أنا نهار جوزت الباك وقت بابا يقول لي قراي الطب، أنا نقول له لا قرا الرياضة، حاب أتجه للرياضة. كان مع الأول غير مقتنع، لكن مع الوقت اقتنع باللي هذه مدرسة ودراسات عليا وفيها تطورات كبيرة. وكيف لأنه أنت تكلمتي وقلتي أنه الإعلام، أنه هل ترى أنه الإعلام راه مهمش؟ الإعلام مهمشنا بزاف، الإعلام مهمش هذا الجانب من الرياضة في الجزائر، على هذا الجانب أو يرفع العلم نفسه نفس الألوان نفسه نفس الانبهار ونفس الانفعال اللي صار لكل مدرب أو كل رياضي في كي تصارع مع المنتخبات الكبرى والدول العظيمة. جميل. وتحتكر هذا المنصب تاعك ميدالية ذهبية أو كأس عالمي، حاجة فريمون اللي تشرف بلادنا بزاف. يعني بالنسبة بالنسبة للاحتكار، احنا نمس مرة الرسالة عبر استوديو الرياضة، أن استوديو الرياضة يسلط الضوء على جميع الرياضات، وإحنا ما نحتكروش رياضة واحدة فقط، وإن شاء الله نكونوا في ظن المشاهدين لو يشاهدوا فينا اليوم. إن شاء الله. طيب حديثنا قلنا عن مستقبل رياضة الاحتياجات الخاصة هنا في الجزائر، أفاق تطلعات؟ لا ما الحمد لله، احنا الان الوزاره المختصه وزاره الشباب والرياضه راهي تتجه لهذه الرياضه بزاف، وهي تعطينا امكانيات احنا لو كان ماشي الشباب والرياضه. يعني مساعده من قبل الدوله؟ لا مساعده الحمد لله، لو كان ماشي مساعده الدوله ما نكونوش في هذا المشاركات والمحطات الدوليه. بالنسبه للمحطات الدوليه هناك رياضه جديده على ما اظن. رياضه جديده في اللي زادت صحيح، هي الجزائر عندها نشأة جديد هي رياضة الفلوروكي لذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية. جميل. نشاهدوا هذه الصور لمشاركة المنتخب الوطني لأول مرة.
إذن كما كنا نشاهد هي مشاركة منتخبنا الجزائري في بطولة العالم في كوريا الجنوبية وأجريت هذا العام. نعم، واش كنا نشاهدوا رياضة جديدة نشأة في الجزائر اللي طور فيها الرابطة الرياضية الجزائر الوسطى، خاطر هذه الرياضة تتطلب لي مويان لو كاسكيت وهكذا تحصلنا على المرتبة الثانية في كوريا الجنوبية مع الدول القوية، وحاجة اللي إن شاء الله نتقدموا فيها خاطر سهلة، مش ما تطلبش أدوات كبيرة وما تطلبش. طيب أعطينا لمحة عن هذه أو تعريف عن الرياضة. نعم هي رياضة الفروكي بخاسك لو كريكيت اون فاليد، نلعبوها بعصا و كما كنا نشاهد الديسك فوالا كما كنا نشاهد. وشنو فيها الكاسك هذاك اللي شويه غالي، احنا رابطة الجزائر الوسطى هي اللي تكفلت بالشرات لرياضة المعاقين، هي اللي تكفلت بالشرات هذوك لي كاس اللي يديروا 35 دولار من امريكا اللي جات من امريكا، حاجه اللي صعيبه برك فيها الكاسك. مي الاخرين نقدروا نطوروهم من الرياضات الاخرى اللي كانوا يلعبوا بهم بروتيج تيبيا هيتو، من رياضات الكيك بوكسين رياضات وهكذاك، وشاركنا وتحصلنا على المرتبه الثانيه. والامر اللي لاحظته كي كنا نلاحظوا نشوفوا في الفيديو انه يغلب فيها الجانب الذهني، انه استعمال الجانب الذهني كبير. هي رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه للجانب الذهني فقط، هي رياضات اللي تتطلب جري وتتطلب احتكاك مع الرياضي الاخر المنافس، الوغ الجانب الذهني هنا باش يطوروا لي تريزوميك عندنا في هذه الاعاقه يطوروها في الرياضيين. نعم هي مثل رياضه الشطرنج اللي تطور الذهن بالفعل. طيب كمدربة امرأة في المستوى العالي، هل واجهتي مشاكل يعني في مشاكل كل امرأة في الوطن العربي او في الجزائر خاصة في العمل تواجهين مشاكل مثلك مثل الرجل، ولكن المرأة اكثر درك عليها، حتى هي لازم تحب تفرض نفسها علينا في المجتمع وامام الرجل في المجتمع الذكوري خاصة احنا مجتمع الذكوري في مشاكل، في مشاكل المستوى، في مشاكل في البيت، اسكو الزوج يتقبل أو الأب مع الزوج؟ لا الحمد لله زوجي متفاهم من الاول وهو كذلك رياضي، الاب هو اللي اذا عائلة رياضية. لا الحمد لله نوجه له تحية من هذا المنبر ان شاء الله ميرسي بو. ولكن الأمر اللي خلاني طيلة الأمس نفكر فيه أنه مدربة سابقة للمنتخب الوطني، تجربة طويلة في هذا الميدان أكثر من 12 سنة. جميل. ولكن المشكلة الذي يطرح نفسه على لماذا غير موجودة في الاتحادية في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي عندي 5 أشهر مانيش موجودة في الاتحادية. تعرف احنا في الجزائر عندنا الترو دو تابو، يقولوا الطابوهات هي اللي تخلي الانسان يجي يحب يغير، يحب جديد، يحب كيش يقولوا الي مال كونسي تانيك. انا نوجه كيش يقولوا رساله لهاد المسؤولين، خاطر الاستقرار هو اللي يخلي العمل يتطور والعمل اللي يدير. التجربة تاعنا احنا هنا، انا المام الان ما رانيش في على مستوى الاتحادية، يعني على مستوى الفريق، فريق بيموندرايس اللي حديث النشأة اللي راهو فيه نوي وسمير كبطل العالمي. حديث النشأة عنده 3 سنوات او 4 على الاكثر اللي طورناه، وخاصة نشكر رئيس البلدية اللي هو قدم لنا بزاف تسهيلات في البلدية، وإن شاء الله يكونوا كل رؤساء البلديات اللي على مستوى الوطني مثل رئيس البلدية في مونترايس. قدمنا تسهيلات سواء لينا كمؤطرين أو كفريق جديد النشأة، ولا نوي وسمير اللي قدم له تسهيلات كبيرة وعطاله وخلاه يتفاخر كأنه رياضي عالمي في بلدية بمادرس. صح. هل ترى أنك لاحظوا أن رئيس البلدية يقدم في الدعم الاتحادية غيبة، لماذا؟ لا الاتحادية ما تقدم الدعم للرياضيين للمستوى العالي اللي تتلقى هذا الدعم من طرف الوزارة أو من طرف المختص الخاص المعامل الخاص، ولكن احنا هذه اللي حابينها، حابين
القاعدة تاعنا تكون كبيرة باش نقدروا نلحقوا لأعلى مستوى. احنا رياضة المعاقين الآن راهي في طور متطور، وإن شاء الله نطلب نداء لهاد المسؤولين يخلوا الناس اللي يخدموا ويخلوهم يكملوا في كل الرياضات، وليس خطط خاصة ماشي غير في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. وإحنا اللي هنا أنا اللي في القاعدة ننشأ أمام العمل الخيري لهذه الفئة للمعاقين. دائما أستاذة تاجر حاضرة فيها. أستاذة تاجر ستبقينا معنا هنا، نأخذ فاصل ونعود. إذن ما زلنا عبر استوديو الرياضة، ودائما في موضوع الرياضة، رياضة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. كآخر كلمة تقولينها في هذا المنبر، نوجه تحياتنا ونداءنا لكل مسؤولين في هذا البلد، البلد اللي نعزوه بزاف، باش يخلوا هذه الرياضة تتطور وما يديروا لهاش إعاقات، ولدأنا للشركاء الخاص اللي يتجهوا وينظروا النظرة بسيطة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لك المدربة الوطنية السابقة لألعاب القوى تاجر نسيمة، كنت حاضرة معنا عبر بلاطو ستوديو الرياضة. في خبر آخر، سيشارك شباب قسنطينة لكرة السلة الأسبوع القادم في البطولة الإفريقية للأندية البطلة التي سوف تجرى بتونس من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر. وللعلم أن الجزائر لم تشارك في هذه البطولة منذ أكثر من 20 سنة. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو المدرب مدور حكيم. أهلا بك. أهلا. نعم. شرفين يعني، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم. الله يخليك. طيب لما هذا الغياب للأندية الجزائرية في البطولة الإفريقية للأندية البطلة؟ يعني هذا الغياب راجع يعني بعض الفرق اللي كانت تدي البطولة، يعني ما لبليش دوك اسكو هما ما يحبوش يشاركوا ولا الإمكانيات ولا هما يخفالكش. يعني البطولة الإفريقية للأندية واحد جزنا في واحد المرحله كنا نلعبوها يعني الاياب والعوده، كانت يعني كثير المصاريف، وكانت يعني ما يخفلكش في افريقيا واحد الوقت يعني تلعب هنا تقدر تفوز بفارق يعني مريح 30 نقطه، تروح يعني تلعب العوده مع الامكانيات تما في افريقيا وشويه تحكيم وتقدر تخسر يعني ب 31 نقطه، هذه ما فيهاش دوك. ولكن الحين يعني البطوله راهي تقام يعني شغل ان فاز ديريكت، ان فاز يعني كيف يعني ان فاز بار اكزوم. دوك الدوره اللي راح تجري هنا في تونس، في تونس في سوسة كاين مرحله تسمى ان فاز، ما فرق واجدين تلعب بطوله شبه بطوله، كاين زوج افواج يتباراو يعني مباشره. هذا هو الافونتاج. بصح كيما يقول لك علاش ما كناش نشاركوا، هذه نلوموا شويه الفيدراليه. علاش نلوموا الفيدراليه؟ نلوموا الفيدراليه لانه سبقين. اسمح لي لانه نذكر المشاهدين لانه اكثر من 20 سنه الجزائر لم تشارك ابدا في البطوله الافريقيه الانديه. كانت واحد الوقت كانت تشارك المولوديه وشاركت ثاني كوداد بوفاريك. علاش نرجعوا للسؤال تاعك، علاش نلوموا الفيدراليه؟ الفيدراليه بار اكزومبل الفريق اللي يدي البطوله تجبر عليه باش يروح يشارك في البطوله الافريقيه. انت كمسؤول ولا مسؤولين في المكتب الفيدرالي ولا انت اللي تجبر الفريق باش يروح يلعب بطوله افريقيه. سينو رانا نشوفوا المستوى تاع الفريق الوطني وين رانا وصلنا، ونلعبوا مع الأشقاء المغاربة ولينا نلعبوا مع أشقاء التوانسة ولا ولينا نهازم المستوى تاعنا نزل بزاف انخفض. وشي هي الأسباب علاش هذا المستوى؟ لأنه لاحظنا أن معظم الرياضات راهي تعاني هنا في الجزائر، خصوصا كرة السلة، لأنه اسم الجزائر في كرة السلة لديه تاريخ، ولكن اليوم لاحظنا أنه راه في انخفاض. غياب يعني قلت لك انا المسؤوليه بارجعه يعني للفرق تانيك، وكاين بزاف مشاكل في كره السله
منها بين هذه المشاكل ماذا بيك تقول لنا بعض المشاكل؟ مشاكل القاعات، مشاكل الإطارات، مشاكل مدربين. ولكن ونسينا أهم شيء، أهمنا التكوين، همنا بزاف التكوين. رانا نشوفوا احنا يا ولينا نلعبوا باريكزوب، ناخذوا فريق وطني نحضروا، يعني نهضروا على الفريق الوطني باسكو هو المرآة كما يقول لك تاع كرة السلة. نهضروا باريكزوم فريق وطني عنده ايشيونس، نقولوا زعما بطولة افريقية راح تجري، نقولوا زعما على عامين، المدربين راهم يعملوا وينشطوا مع 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 لي جان تاعنا، نقولوا زعما عنده راح يلعب، نقولوا راح يكون فريق تاع لي جان. تلحق هذيك لي شيونس يقول لك نو لازم بطوله افريقيه، لازم نعاودوا نعيطوا لي زونسيان، او المشكله ما يعطيش امل لشباب جديد، والشباب هذا الجديد. ونتمنى ان شاء الله المسؤولين هذو اللي راهم حابين يخدموا من بينهم، يعني المكتب الفيدرالي عنده يعني او حاب يخدم، ماذا بينا نعاودوا نولوا التكوين ونولوا لازم يكون عندنا برنامج. تكلم الان على البرنامج، ولكن تكلمت قبل قليل عن الاطارات، ولكن معظم الاطارات في كره السله نشوفوهم مجبدوا، ما حبوش يكونوا في الامام ولا يكونوا في الواجهه ولا روحوا. هل ترى لانه الوضع ما يسمحش ام ماذا؟ انا نقولها بكل صراحه، اكيد ولا بكل صراحة، بعض ما نقولوش بعض رؤساء الفرق، رؤساء الفرق، أنا جو بريفير نجيب إطار يخدم ونعطي له حقه، ولا نجيب دوك نجيبه من هبة ودبة يدرب كرة السلة. هذه ما يشرحها الفايدة لكرة السلة. هذا هو أنا نقولها بكل صراحة، خصوصا لأنه معلومة لأنه فيه بعض المناطق في الولايات الداخلية محرومة من ملاعب لكرة السلة أو لأندية لكرة السلة. هذا هو تانيك، هذا مشكل كبير تانيك تاع المنشآت. هناك دعم من قبل الدولة؟ دوك سا ديبون الفرق، كيما الفرق اللي تلعب في الممتاز عندها الإمكانيات، باسكو رانا نشوفوا دوك فرق يخلصوا في اللاعبين ما شاء الله عندهم إمكانيات، وشنو كاين بعض الفرق مهملين. مهمشين. لماذا مهملين؟ لأنه تكلمنا سابقا في عدد الماضي أنه قلت لنا أنه فيه فرق تلعب وتقوم بالمستوى وتشارك في البطولة وتكون شباب، ولكن ما تلقاش دعم، ولكن هناك فرق أخرى مجرد على الورق. هذه يعني كما يقولك هذا نداء، احنا تاني كرانا حايرين، باسكو الحمد لله دوك يعني الجزائر راهي تدعم في الرياضة والدعم كثير في الرياضة. هذا كما يقولك نقطة تثير الكثير من الاستفهام. فوالا هذا واش نقول لك، انا لازم يدعموا الشباب هذا ويعطوا الإمكانيات للشباب ويتعب يا خويا مد لي وتبعني. هذا كلمة شغل كيما يقول لك نهضروها بالدرجة، أعطيني وتبعني. تكلمنا من قبل هناك بعض الفرق تشوفوا البلدية ولا نشوفوا المديرية شباب والرياضة ولا مثل هذه السلطات المحلية، في بعض الأحيان نشوفوها غائبة وفي بعض الأحيان أخرى نشوفوها حاضرة وبقوة. زميل يعقوب حاضرة كي يكونوا بالك دي مانيفيستاسيون لازم يبانوا، نقولها بكل صراحة أكيد. لأنه منبر استوديو الرياضة مخصص من أجل النقاشات ومن أجل تسليط الضوء خاصة على الرياضات المهمشة هنا في الجزائر. وكاين بعض كي نقول لك الرؤساء، أنا نقولها وما علاش تكلم بكل طلاقة وبكل حرية. فوالا بعض الرؤساء ما يديروش الدور تاعهم، ما يديروش على بالهم بلي الفريق تاعهم راه في المشاكل ويعرفوا الحلول ولازم يعرفوا وين يروحوا يدقدقوا. هناك تقصير من قبل المدربين، ماشي المدربين بل نهضر على المسيرين والمسؤولين. على بالهم وين يدقدقوا وعلى بالهم وين لازم يعني يجيبوا حقهم، لازم كيما يقول لك باش لازم نديروا اليد في اليد، باسكو هذه كره نهضر اون جينيرال، يعني الرياضات الجماعيه كاع راهي تعاني بزاف. وكما قلت في الحصة السابقة قلنا الحصة كما المشاكل هادو لازم لهم نجيبوا إطارات من وزارة الشباب والرياضة ومسؤولين على الفيدراليات، كاين حلول وإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله راح نخرجوا إن شاء الله بنتيجة. هذا هو أيضا واقع كرة السلة في الجزائر، ولكن كيف راك تشوف الواقع تاع كرة السلة في المستقبل وخصوصا بما نشاهده الآن؟ ان شاء الله احنا المستقبل نتفائلوا الخير كما يقول لك، احنا ماذا بينا مع هذا المكتب الجديد والرئيس بوعريفي، ان شاء الله يعني راهم يبدلوا في المجهودات. ما يخفالكش السنه 2013 يعني وين
الفيدرالية قامت بطرب بوسين المدربين يعني الريسيكلاج، هذا شيء إيجابي يعني، ونتمنى إن شاء الله التلاحم قاع قاع الرؤساء وقاع المدربين يعني من أجل إنقاذ كرة السلة. حتى أنه عندنا معلومة تقول بأن هناك أيضا ملتقى لحبل شهادة مدرب لدرجة ثانية في مدينة في عين بنيان. نعم هذه يعني قلت لك مبادرة من الفيدرالية وسمى يعني في هاد السنة يعني جوزنا دو ستاج تاع الدرجة الأولى والدرجة الثانية. ولكن احنا نشوفوا باللي ولا في سياق آخر، احنا تكلمنا على كرة السلة وعلى الواقع في الجزائر، ولكن احنا تكلمنا في بداية السياق عن البطولة الإفريقية للأندية البطلة، وحنا نعرفوا كما يعرفوا كامل الناس باللي أنه فريق قسنطينة سوف يكون ممثل الوحيد للجزائر في مدينة سوسة بتونس، ولكن هل تنتظر أنه فريق قسنطينة سوف يأتي بنتيجة من سوسة؟ إن شاء الله نتمنى له نتيجة يعني إيجابية، خاصة ما يخفلكش راهي يعني المشاركة الأولى، وأنا نتحيهم بالمناسبة، خذوا يعني كما يقول لك قرار صائب، قرار صارم بعد 20 سنة غياب، ان شاء الله ان شاء الله يعني هما دوك صديبو يعني القرعه تاع كيف راح يطيحوا مع بعض الفرق، احنا نتمنى لهم يعني ان شاء الله ان تنصفهم القرعه وان يكون الحظ في جانبهم، يعني الحظ كما يقول لك ان شاء الله يجوزوا هما لابالي راح يبدلوا كاع المجهودات يعني باش يمثلوا اولا الجزائر وباش يمروا ان شاء الله للدور الثاني، وهذا دور ثاني ديجا راهي نتيجه مقبوله وان شاء الله يديروا كما يقول لك ان بون باركور ان شاء الله. في كاخر كلمه تقولها عن واقع الكره السله ورساله التي تمررها للجهات المعنيه، يمكن توصيات او اقتراحات؟ كما يقول لك انا السوي تاعي ان شاء الله كره السله الجزائريه تعاود تولي الى المكانه اللي كانت فيها، ما يخفالكش كنا احنا فريق كرة السلة الجزائرية كانت يعني مفخرة خاصة للشباب، وإن شاء الله تلاحم كاع الناس إن شاء الله وتعودوا لي إن شاء الله كرة السلة إلى المكان اللي كانت فيها خاصة في المحافل الدولية ولا الإفريقية. نتمنى ذلك ونتمنى أن تكون كل الرياضات الجزائرية في الطريق المستقيم زميلتي ميرا. قبل أن نتطرق إلى خبر آخر فاصل ونعود. وما زلنا دائما عبر استوديو الرياضة وفي تفاصيل أخرى، تعتبر رياضة الكيك بوكسينج من بين الرياضات التي عرفت إقبالا واسعا في الوسط الشباني الجزائري، والدليل على ذلك تمثيل الألوان الوطن خارج البلاد وأيضا محليا. نشاهد هذه الصور ثم نعود. اليوم نسلط الضوء على فريق نجم الرياضي لابن عكنون لرياضة الكيك بوكسينج، ولمزيد من التفاصيل والكشف عن الواقع الذي تعاني منه هذه الرياضة يحضر معنا مهدي الجيمية نائب بطل العالم في الكيك بوكسينج ورئيس نادي نجم بن عكنون.
أهلا بك. السلام عليكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. المهدي كما كنا نشاهد الآن هو هذا نشاط قمتم به في مدينة بن عكنون، ماذا بنا نتخبرنا عن هذا النشاط معلومات أكثر؟ الدورة هذه كنا نضمناها في احتفالا بذكرى اندلاع ثورة الثورة المجيدة، خدمناها مع بلدية بن عكنون بالتنسيق مع بلدية بن عكنون، درنا هذه الدورة في قاعة مركز تجمع الرياضي للبنات في بن عكنون. نعم. الحمد لله كان إقبال كبير من طرف الجمهور، كان عندنا 1200 متفرج دخل القاعة، وكنا عرضنا 6 ولايات، ولاية بجاية، ولاية تيبازا، ولاية الأغواط، ولاية قسنطينة، ولاية الجزائر. صحيح أنها عرفت العديد من المشاركات، ولكن كيف جاءت المبادرة، كيف حتى قمتم بهذا النشاط؟ هذه المبادرة مع العلم أنه كنت أنا نائب بطل العالم في هذه الرياضة، وكانت عندي شوية إكسبرينس بس كنت لاكمت في عدة دول أوروبية. بالنسبة لنقطة نائب بطل العالم للرياضة، أنه أنت شاركت في تركيا على ما أظن. نعم. وحققت أنه المرتبة الثانية هناك، ولكن حدثني عن الجانب قبل ما نعود إلى نشاطات، حدثني على الجانب، كيف كانت الرحلة إلى تركيا؟ كيف هل تلقيت معاناة إعانات أو كان فيه معاناة؟ أنا قبل ما توجه لتركيا كنت ملاكم في الفريق الوطني للهواة، وحصلت على 10 ألقاب جزائرية، ألقاب وطنية، وكان لي مشاركات عديدة في بطولة عالمية للهواة. من بعد مع العلم أنا في الجزائر ما كاش كوميسيون بروفيسيونيل، ما كاش كيك بوكسين محترف، على هذا كان تحتم عليا ننتقل إلى تركيا، وتما كنت تعاقدت مع مناجر تركي هو اللي كان ينظمني المنازلات في تما في يعني أن الاتحادية كانت غايبة في هذا الإطار. الاتحادية ما عندها حتى ما دارت لنا والو من جانب الاحتراف، الفيدرالية الجزائرية تخدم مع الهواة من الجانب تاع الاحتراف، ما كاش ما عندناش كوميسيون بروفيسيونيل هنا بالجزائر. لماذا هذا الامر؟ لماذا كان 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 عندي حديث مع رئيس الاتحاديه الجزائريه للكيك بوكسين، هضرت معه قلت له علاش ما ديرولناش كوميسيون بروفيسيونيل باش الملاكمين الجزائريين كي ينتقلوا من صنف الهواة لصنف الاحتراف يكون هناك منازلات باش يطوروا المستوى تاعهم. مجرد وعود، قال لي نديروا كوميسيون بروفيسيونيل، ما كاشكم لحد الساعه اللي راني نهضر معاكم فيها، ما كاش كوميسيون بروفيسيونيل هنا في الجزائر. طيب بالنسبه للاعلام، هل اعطوك يعني مساحه باش توصل فيها؟ ما الاعلام الجزائري، في عمري ما جست في ايميسيون تلفزيون هكذا ابار كيعرفوني انتم. الله يسلمك يعطيكم الصحه، الله يسلمك يعطيك الصحه. الاعلام هنا في الجزائر راح اقرب بزاف في الكيك بوكسين، ما كاش ما رمشي سوق اخي. انا اقول لك انا ما يحقرك ما دام راك في استوديو الرياضه وك دائما. بارك الله فيك الشيخ، بارك الله فيك الاخ يعقوب. احنا حبينا نقول لكم هذا واش علاش جيت اليوم، جيت الحصه هذه هضرت باش الاعلام الجزائري يشوف شويه الكيك بوكسين الجزائري باسكو راه محقور. من هذا المنبر وجه رساله للاعلام. احنا الحمد لله المره اللي فاتت درت الدوره في بن عكنون، كنت انا المنظم تاع الدوره هذه، كان اقبال كبير للجمهور وكان اقبال كبير للعائلات، 1200 متفرج دخل القاعه. احنا كان ماذا بينا كانت التلفزيون حاضره وكان الجرائد حاضره باش يشوفوا اللجان. قبل هذا باش يشوفوا الوسائل الاعلام، هل ترى قدمت لهم دعوات؟ نعم، ما قدمنا دعوات للجرائد، قدمنا الدعوات للتلفاز، واحد ما جاء عندنا. بالنسبة للعودة للنشاط التي قمتم به في مدينة بن عكنون، كيف كان التنظيم؟ لأنه تكلمت معك قبل ما ندخلوا البلاطو، قلت لي كان فيه عراقيل، كان فيه أمورات، أنه اللي كانت كل ما تقول هي انفتحت هي غلقت. واجهت عراقيل كبيرة. احنا قبل الدورة هذه تاع أول نوفمبر كنا درنا دورة في 5 جويلية الصيف الماضي، والحمد لله جاست بيان. حبينا نعاودوا هذه المبادره، نظمنا الدوره هذه تاع لو 1 نوفمبر. الحمد لله رئيس البلديه بالمناسبه نوجه له الشكر الكبير السيد كامل بعربة اللي راه واقف معنا، واقف مع النادي ديالنا، وقف معنا معنويا وماديا الحمد لله. مي دو لوتر كوتي واجهنا عرق الكبار من جانب الاتحاديه كانت بعثت لنا، حبت تعطل لنا وحبت توقف لنا الدوره هذه. لماذا؟
لأسباب مجهولة، لأسباب مجهولة ما يحبوكش تخدم، ما يحبوكش. حنا هاد حنا هاد الدورة درناها باش لي بوكسور تاعنا يسقموا النيفو تاعهم ويكون هناك منازلات احترافية. الدورة هادي اللي راكم تشوفوا فيها شاركوا فيها أبطال الجزائر وأبطال العرب، حنا درناها باش الملاكمين ما يحبسوش شاك فوا يبوكسيو، تحسين المستوى طبعا، تحسين المستوى. مي مالوريزمون الحمد لله الرابطة الجزائرية، رابطة الجزائر عطاتنا لاكور، عطاتنا الموافقة تاعهم وحنا نضمناها، والاتحاديات راه تعطل فينا. بعد ما عطلتكم الاتحادية وقفت لكم هذه التظاهرة، ما هي الخطوة اللي قمتم بها؟ حنا درناها، حنا ما راناش نديرو في، يعني نشطتم؟ حنا نشطو، حنا باسكو ما راناش نديرو في البزنيس ولا رانا نسرقو ولا حنا درنا نديرو في الرياضة. وراكم تشوفوا الحمد لله كان هناك إقبال كبير، حنا درناها جيد. الحمد لله نجحت، وراكم تشوفوا الحمد لله. هي جميلة أن نرى أن الشباب الجزائري بهذه الحماسة، ولكن نتمنى من المسؤولين أن يفتحوا المجال من هذا المنبر إلى الشباب وإعطاهم الفرصة من أجل إثبات جدارتهم في الأنشطة الرياضية. كآخر كلمة تقولها في هذا المنبر؟ الحاجة الأولانية أن نوجهكم لكم أنتم الشكر اللي استضفتوني في الحصة هذه، يعطيكم الصحة، ونتمنى كل النجاح لقناة كواليس هذه. والحاجتين نشكر رئيس بلدية بن عكنون اللي راه واقف معنا، الحق تاع ربي راه واقف معنا معنويا وماديا، ونطلبوا نحيوه بالمناسبة، بارك الله فيك. نطلبوا من الاتحادية الجزائرية تكون لجنة الاحتراف باش تخلينا نخدموا، ماشي غير الهوات، ماشي غير في صنف الهوات، لانه كاين ملاكمين عدة ابطال، عدة مرات ابطال الجزائر، عدة مرات ابطال العرب، لازم لهم الحان الوقت اللي يدخلوا في العالم الاحتراف. والاتحادية الجزائرية ما عندناش الكوميسيون دو اون كوميسيون بروفيسيونيل، نطلب من الاتحاديه برك توفر لنا لجنه مختصه في تنظيم منازلات احترافيه. ويعطيكم الصحه وبارك الله. نحن سوف نحاول في الاعداد القادمه نتطرق الى هذا الموضوع الخاص بالاحتراف، وسوف نحاول استدعاء رئيس الاتحاديه للكيك بوكسينغ للتطرق الى هذا الموضوع. شكرا لك مهدي، شكرا كنت لك حاضرا معنا عبر استوديو الرياضه. زميلتي ميران. نعم، الى هنا زميلي يعقوب ناتي واياكم الى نهايه برنامج استوديو رياضه لليوم. تقبلوا تحيات عيسو امينه ويعقوب حاجلاني والطاقم العمل بقناه كواليس، ومتابعه طيبه لبقية البرنامج.